يرتقب أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم في واشنطن لبحث السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى المقدمة من الغرب ضد روسيا. تأتي زيارة ستارمر إلى واشنطن في وقت تضغط فيه كييف للحصول على إذن لاستخدام تلك الأسلحة وضمان مساعدتها في إسقاط الصواريخ والمسيرات الروسية، رغم تحذير بوتين دول الناتو من أي خطوة من هذا القبيل. وقال البيت الأبيض إنه لا يتوقع صدور إعلان بشأن استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى داخل روسيا. للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، وكذلك من واشنطن عماد الرواشد. أهلا بكما سعد وعماد. أبدأ معك عماد، وقبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، البيت الأبيض يتحدث عن أنه لا إعلان اليوم بشأن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا، وبالتالي ما الذي سيبحث في هذا الاجتماع والذي يتمحور أيضا في جزء كبير منه حول مساعدة أوكرانيا؟ نعم، لم يفصح الناطق باسم مجلس الأمن القومي عن طبيعة النقاشات التي ستدور اليوم من ناحية تفصيلية، لكنه أشار إلى أنها ستتطرق للملف الأوكراني. السؤال الكبير هنا هو هل ستسمح الولايات المتحدة، إن كانت الولايات المتحدة نفسها لن تقوم بإعطاء ضوء أخضر لأوكرانيا بشكل مباشر لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى في العمق الروسي؟ السؤال الكبير هو هل ستعطي ضوء أخضر لكل من بريطانيا وفرنسا لتقوم بذلك نيابة عنها؟ هذا هو السؤال الذي طرح اليوم على جون كيربي، وتقريبا تهرب أو تجنب الإجابة عنه. هناك توقعات بأن الولايات المتحدة ربما تذهب في هذا الاتجاه حتى لا تبدو وكأنها طرفا يصعد في هذه الحرب، رغم أن التصريحات القادمة من موسكو تتحدث عن أن بوتين سيرى أي تصعيد من هذا النوع باعتباره تصعيدا للناتو وليس تصعيدا أوكرانيا. طبعا هذه الأنباء كلها تأتي، يجب أن أشير، في سياق تطورات شهدناها في اليومين الماضيين على طرفي العملية السياسية في الولايات المتحدة. الجمهوريون بعثوا برسالة في مجلس الشيوخ، الديمقراطيون عفوا بعثوا برسالة لبايدن تطالبه فيها برفع الحظر عن استخدام الصواريخ بعيدة المدى في العمق الروسي. أيضا بعث الأعضاء في مجلس النواب في رسالة موقعة من رؤساء اللجان وأهمها لجنة الاستخبارات ولجنة الشؤون الخارجية تطالب بايدن بفعل الأمر نفسه. وكان مجموعة أيضا من المسؤولين السابقين في بريطانيا والولايات المتحدة، حوالي 17 شخصية، أرسلوا برسالة في نفس اليوم لبايدن تضغط عليه باتجاه رفع هذه القيود. الخبراء يقولون هنا بأن الولايات المتحدة يجب أن لا تخشى من رد الفعل الروسي، لأن التقدم الذي أحرزه الأوكرانيون في الشهر الماضي لم يواجه برد فعل روسي، رغم أنه كان داخل الأراضي الروسية ومن بينها جزيرة القرم. بالتالي يجب أن لا يخشى الأمريكيون من رد فعل نووي مثلا، وهذا بالضبط ما قاله ويليام بيرنز في اجتماع أو في مؤتمر الفاينانشال تايمز الذي حضره أيضا نظيره البريطاني. قال بأن اللحظة التي كنا نخشى فيها أن يستخدم الروس الأسلحة التكتيكية النووية وراء ظهورنا الآن، روسيا لن تتمكن من استخدام هذه الأسلحة، لأنها قامت بتقييم مثل هذا التحرك ورأت بأنه غير مجدي، ويجب أن لا نخشى كما قال من التهديدات الروسية. يقول الخبراء بأن هذا هو سبب الحماس، أو ما بدأ وكأنه حماس أمريكي لفكرة استخدام الأسلحة في العمق الروسي، خصوصا بعد أن نشرت أنباء عن أن إيران تزود روسيا بأسلحة قصيرة المدى. والأعضاء هنا والخبراء يقولون، المطالبين بهذا التحرك، يقولون بأن الولايات المتحدة بدل أن تقوم باعتراض الصواريخ الروسية يجب أن تقصف مستودعات هذه الأسلحة، ويجب أن تقصف أيضا منصات إطلاق هذه الأسلحة في العمق الروسي دون أن تخشى رد الفعل الروسي. هذه الصواريخ ستتجاوز الحدود الجغرافية التي سمحت بها الولايات المتحدة على مدى أشهر الحرب، وهي 300 كيلو متر. الآن الحديث يدور عن أكثر من 300 كيلو متر،
ويبدو أن الخبراء والسياسيون في واشنطن مرتاحين لفكرة أن روسيا لن ترد ولن تستخدم أسلحة نووية تكتيكية، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تذهب خطوة إضافية في دعم الأوكرانيين. في مقابل هذا الارتياح وهذه التقديرات عماد، وهنا أذهب إليك سعد، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يحذر ويذكر مرة أخرى بأن روسيا دولة نووية، وأيضا يعني منذ بداية هذه الحرب استمعنا إلى تهديدات نووية عدة على لسان الرئيس الروسي بوتين في أكثر من مناسبة، وبالتالي كيف تستقبل موسكو كل هذه التحركات اليوم؟ روى، إذا تحدثنا من رؤيتنا للصورة من هنا من الداخل الروسي تبدو الصورة مختلفة قليلا. نعم بالفعل كان هناك تصريحات كثيرة ومتكررة على لسان كبار المسؤولين الروس ومختلف المسؤولين الروس ومنهم بوتين فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، غير أن بوتين كان دائما حذرا في هذه النقطة، دائما كان يدور الحديث عن خطوط حمر لدى موسكو، لكن لم يحدد أحد ولم يصنف أحد ولم يعطي أحد توصيفا أو تحديدا لهذه الخطوط الحمر. وبالتحديد الرئيس بوتين نفسه والجميع عندما ينظر إلى التصريحات الروسية يلتفت في المقام الأول والأخير إلى ما يقوله الرئيس الروسي. من واقع ما نتابعه والظهور العلني لبوتين ليتحدث عن مثل هذه الأحداث، قليلا ما يخرج ويعلق على خطوة محددة من جانب ناتو، مثلا عندما تم الإعلان عن استخدام الدبابات الألمانية أو نية السماح باستخدام وتوريد الدبابات الألمانية ليوبارد أو الأمريكية الانجليزيه عفوا تشالنجر 2 او الدبابات الامريكيه ايضا التي دخلت الى الساحه الاوكرانيه، خرج وعلق وحذر. لكن في هذه المره يبدو بوتين يعني وهو يوصف بالصبر وانه صبور بات يفقد صبره، خاصه وان هناك ضغطا اجتماعيا، ضغطا في الراي العام الروسي بعد اختراق الجانب الاوكراني للحدود الروسيه في منطقه كورسك ودخولها الى منطقه كورسك. خرج بوتين بالامس وصرح، علق هو للمره الاولى على امكانيه السماح باستخدام الصواريخ بعيده المدى لضرب العمق الروسي. علينا ان نشير الى نقطه هامه بعد تعليق او بعد تصريح منسق السياسات الاتصالات الاستراتيجيه لمجلس الامن الامريكي الذي خرج منذ ساعه وقال انه لا نيه لدى الولايات المتحده لتغيير موقفها في تقييد استخدام الجانب الاوكراني للصواريخ بعيده المدى لضرب العمق الروسي، لكن هو يتحدث هنا باسم الولايات المتحده. روسيا لا تنظر للكتله الغربيه على انها دول منفصله، بل تنظر اليها على انها كتله واحده، لانه في ذات الوقت الذي اعلن فيه جون كيربي عن هذه المساله، صرح جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي بانه لا يرى ان هناك اي موانع، بل كندا تدعم بالكامل استخدام أوكرانيا للصواريخ لضرب العمق الروسي. بالتالي هناك فهما روسيا أن أي تحرك في هذا المسار سيكون بقيادة الولايات المتحدة. لذلك بوتين في تحذيراته أمس لم يذكر الناتو فقط بمفرده، بل ذكر الناتو وذكر الولايات المتحدة بشكل منفصل. قال أن روسيا ستنظر إلى هذه الخطوة على أن مشاركة مباشرة من جانب الولايات المتحدة ومن جانب بلدان الناتو ضد روسيا في عمل عسكري مباشر، لأن الجانب الأوكراني، الجيش الأوكراني والعسكريون الأوكران ليست لديهم أي قدرة لا استطلاعية ولا فنية وتقنية لاستخدام هذه الأسلحة لتحديد الأهداف ولضرب الأهداف داخل الأراضي الروسية المعترف بها دوليا. إذا كان هناك إمكانيات لضرب جزيرة القرم، روسيا كانت تنظر إلى ذلك على أن الدول الغربية لا تصنف القرم أو لا تعترف بالقرم أراضي روسية، لكن باقي الأراضي يدور الحديث عنها الآن هي أراضي روسية بحتة، أراضي روسية تاريخية معترف بها دوليا. لذلك حذر بوتين الولايات المتحدة فردت هي على التحذير، لكنه يفهم أن هناك هنا يعني عملية تضليل أو كما يقال محاولة يعني استدراج أو استزاج لروسيا، لأن الغرب يقود المعسكر الغربي تقوده الولايات المتحدة، وأي تحرك في هذا الاتجاه سيكون بقرار من الولايات المتحدة. لذلك هو أيضا قال أن روسيا ستغير من جوهر الصراع ومن طبيعة الصراع. يبدو أن صبره نفذ في هذه المنطقة، ويبدو بالفعل أننا على مشارف تصعيد خطير قد يصل إلى استخدام السلاح النووي. هو لن يستخدمه في أوكرانيا وهذا مفهوم من تقييمات وتقديرات عسكرية وسياسية، لأنه يعتبر هذه أراضي تعود له، لكن قد يضطر إلى استخدامه. وإذا انطلق من أن الغرب يشارك بشكل مباشر النووي التكتيكي نتحدث في بلدان أوروبا، قد تكون بلدان أوروبا الشرقية هي الاختبار الأول أو أرض الاختبار الأول إذا صارت الأمور في هذا المسار التصعيدي. شكرا لك من موسكو سعد خلف مراسل التلفزيون العربي، وأيضا من واشنطن عماد الرواشدي.